وتداول الحجاج أخبار الفتوحات والغزوات في هذه السنة، ففيها توغل العرب في بلاد الروم بقيادة مالك بن شبيب الباهلي، ولاقوا جيش الروم في معركة كبيرة قتل فيها مالك بن شبيب. وفي البحر المتوسط قاد أمير الأندلس عبد الملك بن قطن حملة بحرية على جزيرة صقلية، كما قاد عبد الله بن زياد الأنصاري حملة أخرى على جزيرة سردينيا.